حجيت ولم أخرج من مكة، فهل يلزمني طواف وداع إذا خرجت إلى الحل إلى حل التنعيم للإتيان بعمرة؟ نعم. يقول حججت ولم أخرج من مكة، فهل يلزمني طواف وداع؟ ما دام إنك مقيم في مكة ليس عليك طواف وداع. طواف الوداع عندما تريد السفر، إذا أردت السفر من مكة، الخروج من مكة بعد الحج ولو متأخرا ولو طال الوقت ما تخرج إلا بطواف الوداع لأنه مكمل للحج. نعم. أما إذا بقيت في مكة جلست فيها ليس عليك وداع. نعم.